ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر، حيث اختتمت فعاليات وبرامج معسكر حصاد التطوع 22 والذي تنظمه إدارة التلاحم الاجتماعي في دائرة الخدمات الاجتماعية في كافة مناطق إمارة الشارقة ومدنها تحت شعار نتطوع لأجل الشارقة، والذي استهدف الأطفال من سن السادسة وحتى 12، وذلك خلال فترة الأعياد والعطلات المدرسية. نتعرف على المزيد بعد هذا الفاصل. حياكم الله. إذن مشاهدينا، عدنا مجددا للحديث عن نتاج أو نتائج هذا المعسكر، ويسعدنا أن تكون معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي الأستاذة سندية عبد الرحمن، رئيس قسم التطوع في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة. حياك الله ومساء الخير. مساء النور، أهلا كريم. أستاذة سندية، نحن يعني يمكن من بداية الحلقة نتحدث الحقيقة عن المجال التطوعي، هذا المجال السامي ذو الأهداف السامية، وبالتالي يعني بالتأكيد هذه هي أهداف هذا المعسكر. دعينا في البداية طبعا نتحدث عن هذا المعسكر، الهدف، عن تفاصيل هذا المعسكر. معسكر حصاد التطوعي حاليا الثاني 22 وصلنا له، وهو أحد أبرز الفعاليات التي تحرص دائرة الخدمات الاجتماعية على تنظيمه بمعدل 4 مرات خلال العام، ولمدة 2 أسبوع في كل مرة. يتم استهداف الطلبة اللي أعمارهم من 6 حتى 12 عاما، ويتم تقديم حزمة من البرامج المتنوعة لغرس قيم هادفة في نفوس الأطفال. نعم، الأهداف ربما التي تسعون إليها من وراء إقامة هذا المعسكر والقيم اللي يقدمها للأطفال المشاركين. يهدف المعسكر إلى تحقيق جملة من الغايات والأهداف، ويمكن تلخيصها في تفعيل المسؤولية الذاتية وتعزيز القيم الإيجابية، ومنها ثقافة التطوع والتكافل الاجتماعي، ويتم غرسها في نفوس الأطفال لما له من إنعكاسات إيجابية على سلوكياتهم. نعم. واهتماماتهم منذ الصغر بالتطوع. والمعسكر يتم تقديمه على مستوى إمارة الشارقة وفروعها، ويتم حفظ فيه ساعات تطوعية، وهذا المعسكر الوحيد اللي على إمارة الشارقة اللي يكون فيه أعمال تطوعية وساعات تطوعية معتمدة من مركز الشارقة للعمل التطوعي. نعم. ويتم بالفعل استغلال وقت فراغهم بهذه الأعمال التطوعية الهادفة. جميل جدا، جميل. يعني يمكن نحن في الجزء الأول من الحلقة كنا نتحدث عن أثر العمل التطوعي على الأجيال الجديدة، بالذات على الأطفال اللي يتم غرس قيم العمل التطوعي فيهم من خلال بالتأكيد مثل هذه الأنشطة وهذه الفعاليات. كيف كان تفاعل الأطفال مع المعسكر؟ المعسكر كونه شتوي في هذه الفترة، فكان الأقبال ولله الحمد
عدد إيجابي على مستوى إمارة الشارقة، وفي أعداد كثيرة سجلوا ويانا، وإن شاء الله اللي ما قدر إنه يسجل ويانا في هالمعسكر راح يلتحق ويانا في المعسكر الذي يليه إن شاء الله في عطلة الربيع. نعم والنتائج كانت بالفعل إيجابية، وتم لمسها بالأطفال من خلال الزيارات الميدانية للجهات والاستمتاع بهذا العمل التطوعي. نعم الفترة القادمة إن شاء الله لهذا المعسكر متى راح تكون بالضبط؟ إن شاء الله راح يكون في عطلة الربيع، واللي راح تكون في نهاية شهر مارس بإذن الله. نعم في نهاية شهر مارس بإذن الله سيكون أو سيقام هذا المعسكر مرة أخرى، طبعا هذا اللي حابين يسجلون في هذا المعسكر. شكرا لك أستاذة سندية عبد الرحمن رئيس قسم التطوع بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، شكرا.